الكورونا أو الهالة. تعتبر الكورونا واحدة من أكثر المشاكل الشائعة التي تواجه المواصلات الكهربائية، عندما يتم تطبيق فرق جهد متبادل عبر موصلين يكون تباعدهما كبير مقارنة بأقطارهما، فلا يوجد تغيير واضح في حالة الهواء الجوي المحيط بالأسلاك، لذلك يكون الجهد عبر الموصلين منخفض. لكن عندما يتجاوز الجهد قيمة معينة والتي تسمى فولتية الاضطراب الحرجة، فإن الموصلات سوف تكون محاطة بتوهج بنفسجي باهت اللون يسمى الكورونا. تعتبر هذه الظاهرة هي تفريغ جزئي لوسط عازل أو مرور تيار تسرب من الموصل إلى الهواء المحيط به نتيجة تأين الهواء المحيط بالموصل. طبعا التأين موجود دائما في الهواء بسبب الأشعة فوق البنفسجية والنشاط الإشعاعي وغيرها، لذلك في ظل الظروف العادية يحتوي الهواء حول الموصل على بعض الجسيمات المتأينة كالإلكترونات الحرة وأيونات وأيضا ذرات محايدة، لذلك عند وجود فرق بالفولتية بين الموصلات يتم تدرج الفولتية في الهواء والذي سيكون له أعلى قيمة على سطح الموصل. هذه الظاهرة هي مؤشر على احتمال انهيار العزل، وتشمل كلمة العزل أيضا الهواء كنوع من أنواع العوازل. عندما يصل التدرج بالفولتية على سطح الموصل إلى حوالي 30 كيلو فولت لكل سنتيمتر، تكون السرعة التي تحصل عليها الإلكترونات الحرة كافية لتصطدم مع الذرات أو الجزيئات المحايدة بقوة كافية لإخراج إلكترون واحد أو أكثر، وينتج هذا أيونا آخر وإلكترون حر واحد أو أكثر، والذي بدوره يتم تسريعه حتى يتصادم مع ذرات أو جزيئات محايدة أخرى وينتج أيونات أخرى. وبالتالي فإن عملية التأين هي عملية تراكمية، ونتيجة هذا التأين تحدث الشرارة بين الموصلات أو ما تسمى الكورونا. عندنا الآن العوامل التي تؤثر على الكورونا. أولا عندي الغلاف الجوي، طبعا تحدث الكورونا بسبب التأين الهواء المحيط بالموصلات، وهو أيضا يتأثر بالحالة الفيزيائية للغلاف الجوي، حيث تزداد عدد الأيونات في الجو العاصف ويسبب زيادة في فولتية الكورونا مقارنة مع الجو المعتدل. عندنا النقطة الثانية هو حجم الموصل. تأثير الكورونا يعتمد أيضا على سطح وحجم الموصل، حيث تعمل السطوح الخشنة والصلبة وتدرج بالموصل على زيادة الكورونا. أيضا المؤثر الثالث هو التباعد بين الموصلات. إذا كانت المسافة الفاصلة بين الموصلات كبيرة للغاية مقارنة مع أقطار الموصلات، لا يحدث أي تأثير للكورونا، لذلك المسافات الكبيرة بين أقطار الموصلات سوف تقلل الإجهادات الكهربائية الساكنة على سطح الموصل، وبالتالي تقلل من الكورونا. فولتية الخط، النقطة الأخيرة هي فولتية الخط. طبعا تؤثر فولتية الخط بشكل كبير على الكورونا، إذا كانت قيمة الفولتية منخفضة إذا لا يوجد تغير في حالة الهواء المحيط بالموصلات، وبالتالي لن تتشكل الكورونا، والعكس صحيح، أي كلما زادت فولتية الخط جعلت الهواء حول الموصل يتأين، والذي بدوره يؤدي إلى حدوث ظاهرة الكورونا. لذلك كلما زادت فولتية الخط تزداد قيمة الكورونا. لحساب هذه الفولتيات الحرجة والتي تحدث عندها الكورونا وأيضا الخسائر، ويمكن حسابها كالتالي. أولا critical disruptive voltage أو فولتية الاضطراب الحرجة، يقصد بها هي أقل فولتية تحدث عندها الكورونا. ولحساب قيمة فولتية الاضطراب الحرج، نجد أولا قيمة التدرج أو الانهيار بالفولتية على سطح الموصل، وذلك من خلال القانون التالي اللي هو G تساوي لي V على R log dr فولت لكل سنتيمتر.
من أجل صياغة معادلة للكورونا أو الهالة، يجب أن تكون قيمة الجي في المعادلة السابقة مساوية لقوة انهيار الهواء، ويكون رمزها جي نوت. إذن جي نوت تساوي لي في سي على آر لوج دي على آر. الجي نوت هي تمثل البريك داون سترينث أوف آير اللي هي 76 سنتيم عند درجة حرارة 25. إذن جي نوت نقدر نقول تساوي 30 كيلو فولت سنتيمتر اللي هي ماكس، أو نقدر نستخدم 21.2 كيلو فولت لكل سنتيمتر آر أم أس. إذن يمكننا إيجاد قيمة الكريتيكال ديسربتيف فولتج اللي هي فولتية الاضطراب الحرج من المعادلة التالية اللي هي في سي تساوي لي جي نوت آر لوج دي على آر. في قانون الكريتيكال ديسربتيف فولتج توجد سيجما، هذه السيجما تساوي 1 في الحالة القياسية، ويمكن حسابها لباقي الحالات عن طريق تطبيق المعادلة التالية اللي هي سيجما تساوي لي 3.92 بي على 273 زائد تي سمول، وتمثل البي هنا هي الضغط الجوي والتي هي درجة الحرارة. يجب أيضا إجراء تصحيح لحالة سطح الموصل، حيث يتم ضرب المعادلة أعلاه بعامل عدم الانتظام اللي هو الأم نوت، وتصبح إذن معادلة فولتية الاضطراب الحرجة كالتالي: في سي تساوي لي أم نوت جي نوت سيجما في آر لوج دي على آر كيلو فولت لكل فيز، حيث أن أم نوت تساوي 1 للموصل المسؤول، وتساوي لي من 0.98 إلى 92 للموصل المتسخ، وأيضا قيمة الأمنو تساوي لي 0.87 إلى 0.8 للموصل الذي يتكون من شعيرات. هسه عندنا حساب الجهد الحرج أو الـ Virtual Critical Voltage، ويقصد بها أقل فولتية تظهر فيها الكورونا على طول الموصلات. ويلاحظ في حالة الموصلات المتوازية لا يبدأ التوهج في الهالة عند الـ Disruptive Voltage أو فولتية الاضطراب، ولكن يظهر في الجهد العالي ويسمى الـ Virtual Critical Voltage، ويمكن حسابها من المعادلة التالية اللي هي V Capital V Small، وحدتها تكون كيلو فولت لكل فيز. قيمة الـ MV الموجودة في المعادلة تساوي لي 1 في حالة المواصلات المسقولة، ومن 0.72 إلى 0.82 في حالة المواصلات الخشنة. الآن عندنا خسائر القدرة نتيجة الكورونا. طبعا خسائر القدرة يمكن أن تكون على شكل ضوء أو حرارة أو صوت أو أزيز أو تأثير كيميائي، ويمكن حساب خسائر القدرة نتيجة الكورونا من خلال المعادلة التالية اللي هي P capital، وحدتها راح تكون كيلو وات كيلو متر لكل فيز، حيث أن ال F هي تمثل الـ supply frequency in hertz، وال V capital تمثل الـ phase neutral voltage RMS، وعندنا ال V capital C تمثل الـ disruptive voltage RMS لكل فيز. الآن عندنا فوائد ومساوئ الكورونا. نجي أولا على الفوائد الكورونا. 1، بسبب تكون الكورونا أو الهالة، الهواء المحيط بالموصل يكون أو يصبح موصل، وبالتالي القطر الافتراضي للموصل يزداد، وبالتالي أيضا يقلل الإجهاد على الموصل. ثانيا، الكورونا تعمل على تأثير على تقليل تأثير الترانزيت التي تسببها العواصف. لكن من مساوئها: أولا، الكورونا تزيد من خسائر القدرة. 2، الأوزون الذي يتم إنتاجه بواسطة الكورونا يمكن أن يسبب تآكل الموصل بسبب التفاعل الكيميائي. 3، التيار المسحوب بواسطة خط النقل بسبب الكورونا هو غير جيبي، وبالتالي يحدث هبوط فولتية أيضا غير جيبي في خط النقل، وهذا قد يسبب تداخلا مع
تداخلا حثيا مع خطوط الاتصالات المجاورة. طرق تقليل الكورونا، هذه أدنى نقطتين كلش مهمة. أولا نقدر أن نقلل الكورونا بواسطة زيادة مساحة مقطع الموصل، والنقطة الثانية بواسطة زيادة المسافة بين الموصلات. هنا أنا راح ناخذ فد example عن الكورونا. عندنا موصل القطر مالته 1.5 سنتيمتر، 3 phase 220 كيلو فولت، التردد مالته 50 هرتز، المسافة بين الموصلات هي 2 متر وعلى شكل متوازي أضلاع. التمبيتشر منطيناها بالسؤال 40 درجة مئوية، والأتموسفير برجر 76 سنتيمتر. مطلوب حساب الكورونا لوسز بير كيلومتر اوف ذا لاين. منطيني فرض بالسؤال الام نوت تساوي لي 0.85. اذا ما فرض لك اياها بالسؤال لازم انت تكون حافظها كما شرحناها بالسلايدات السابقة. نجي على الحل مباشرة، بما انه طلب الكورونا لوسز، الكورونا لوسز قانونها ثابت، هو واحد موجود بالصفحات السابقة. لاحظ انه القانون الموجود امامكم هو السيجما ما موجودة والتردد موجود، عندنا الار والدي موجودات، الفي لازم نوجدها والفي كابيتال سي سمول لازم هم نوجدها. اذا اول ما نوجد السيجما، سيجما قانونها ايضا نطيناه قبل شوية ونقدر نعوض، وراح نوجد قيمة السيجما 0.952. الجي نوت راح تفرضها 21.2 كيلو فولت سنتيمتر، اللي قبل شوية أيضا شرحناها ونطينا لها قيمتين. الآن نجد الـ Critical Disruptive Voltage من خلال القانون الـ VC small M not G not، هاي كلها موجودة عندنا. سيجما وجدناها قبل قليل، R log D capital D small على R كيلو فولت. إذا قدرنا نحسب الـ Critical Disruptive Voltage وقيمتها 125.9 كيلو فولت، إذن تبقى عندنا الـ Supply Voltage per phase، لأن إحنا دا نوجد الخسائر لكل phase، فلازم نوجد فولتية كل phase. هو منطيها في السؤال 220 3 phase فنقسمها على جذر 3، راح نحصل على 127 كيلو فولت لكل phase. الآن نقدر نعوض مباشرة في قانون الـ Corona Losses، وراح نوجد انه قيمة اللوسز او كورونا لوسز هي 0.01999 كيلو وات كيلو متر لكل فيز. حتى نوجد التوتال كورونا لوسز بير كيلو متر فور لثري فيز راح نضربها في 3، وتكون قيمة الكورونا لوسز 0.05998 كيلو وات. الاكزامبل الثاني هو 3 فيز لاين، الموصل القطر مالته 2 سنتيمتر، السبيس ايكوفالنت 1 متر، منطيني ايضا الجي نوت قيمتها 30 كيلو فولت بالماكس لكل سنتيمتر. مطلوب الديسربتيف كريتيكال فولتج فور ذا لاين. طبعا بالسؤال منطيني السيجما قيمتها 0.952، وايضا منطيني قيمة الام نوت 0.9. بالسؤال إذا ما نطاق قيمة الام نوت لازم أنت تكون حافظا حسب المعطيات اللي انطيناها قبل شوية بالسلايدات السابقة. إذن الكوندكتر راديوس يعني نصف القطر الموصل هو 2 على 2، فراح يطلع 1 سنتيم. وعندنا الكوندكتر سبيسينج المسافات بين الموصلات هي 1 متر، فأيضا لازم نطلعها بالسنتيمتر. عندنا الجي نوت منطينيها بالسؤال 30 كيلو فولت سنتيمتر بالماكس. احنا هنا الديسربتيف كريتيكال فولتج نوجدها للار ام اس، فلازم نعرف انه ال 30 كيلو فولت سنتيمتر يقابلها 21.2 كيلو فولت ار ام اس بير سنتيمتر. يعني اذا ما نطاق اياها بالسؤال، نطاق قيمه ال 30 تاخذ ال 21.2 تعوضها،
وإذا أعطاك إياها مباشرة 21.2 أوكي تأخذها وتعوضها بالسؤال حتى أوجد الـ Disruptive Critical Voltage. راح أطبق هذا القانون اللي هو V capital C small M not G not sigma. هذه كلها موجودة عندنا الـ R واللوج D على R small كلها موجودة نقدر نعوضها، فراح تطلع عندنا قيمة الـ Disruptive Critical Voltage 83.64 كيلو فولت لكل فيز. هو يريد اللاين فولتج، فإذا راح نضرب هذه القيمة في جذر 3 راح تكون عندنا اللاين فولتج RMS قيمتها 144.8 كيلو فولت. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، تمنياتنا لكم بالصحة ودوام الموفقين.